بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأربعاء 17/2020 من مسجر البساتين يتم اليوم تحميل عدد 20 طن متوجهة إلى المحافظات الآتية: محافظة أسيوط 3 طن، محافظة كنا 3 طن، محافظة سوهاج 3 طن، محافظة الأقصر 5 طن، محافظة أسوان 2 طن، محافظة شمال سيناء 4 طن، مع كل سيارة مفتش عام من الوزارة للإشراف على هذه اللحوم وتوصيلها وتسليمها إلى السيد وكيل الوزارة بكل مديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.